إذاعة سلطنة عمان. بالبر صمت وأنت أفضل صائم، وبسنة الله الرضية تفطر. واحة الصائم، واحة الصائم، واحة الصائم. من آدم أدي فروض العبادة، هذا شهر عفو وطاعة وغفران. الله ذي الإجلال يكرم عباده، وأعظم هدية في العمر شهر رمضان. من آدم أدي فروض العبادة، هذا شهر عفو وطاعة وغفران. الله ذي الإجلال يكرم عباده، وأعظم هدية في العمر شهر رمضان. واحة الصائم، ساعة رمضانية أثيرية، هذا موعدها. واحة الصائم، في الواحة نستظل وإياكم بنفحات من الشهر المبارك، نتبادل المعلومات ونطرح مواضيع تهمنا من وحي رمضان. واحة الصائم يوميا، أنتم بصحبة محمد المرجبي، الدكتور عبد الله العبري، والمخرج حمد بن عامر الوردي. واحة الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. واحة الصائم، واحة الصائم، واحة الصائم، واحة الصائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى واحة الصائم. في هذا اليوم 20 من شهر رمضان المبارك، وما تبقى من أيام الصيام تتغير فيه الصورة قليلا في الأيام القادمة، يسعى الصائمون للاستزادة من رمضان وبركات رمضان. في الجانب الآخر تدب هناك حركة أخرى ونشاط أكثر في الأسواق. من منا لا يذهب إلى السوق وإن قليلا؟ السوق يلبي حاجاتنا الأساسية والكمالية، إذن لابد من زيارة السوق. ماذا نريد من السوق؟ هناك من يذهب لمجرد التنزه وقضاء الوقت وغيرها من الأهداف عدا الشراء، وهناك من يذهب لغرض محدد ولا يطيل وسرعان ما يغادر السوق. في السوق بائع ومشتري ومتجول، ومن كل الأجناس ومن المقيمين أو الزوار. المهم أن السوق هو مكان عام، وهذه مسألة في غاية الأهمية. المكان العام له شروط وآداب وأخلاقيات، كذلك هو السوق، بل وله قوانين وأعراف بين الناس. السوق ينبض بالحياة، ويتم فيه تبادل الكثير من المصالح، ومهما تغيرت أشكال الأسواق والمعروض في الأسواق وما شهدته من تطور غير مسبوق في التاريخ، إلا أنه تظل هناك قواعد عامة وثابتة على كل من ينزل إلى السوق أن يلتزم بها. هذا هو موضوعنا، السوق وآدابه وأخلاقياته وكل هذه التفاصيل، ومؤكد أننا سنثري الموضوع أكثر بمشاركاتكم في هذه الحلقة. أهلا بكم.
واحد الصائم. تسعدنا مشاركاتكم على هاتفي البرنامج 24640233 أو 24640234 أو عبر الرسائل النصية SMS 90484. واحد الصائم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. واحد الصائم. واحد الصائم معكم على الهواء حتى السادسة إن شاء الله. موضوعنا إذن اليوم حول السوق والتسوق، ويعني ما لنا وما علينا في الأسواق. دكتور عبد الله، أهلا بك. حياك الله أستاذ محمد. يا مرحبا بك. يعني موضوع الأسواق موضوع في النهاية من ناحية هو وقته. أيوة. طبعا تنشط هذه الفترة أكثر، ومن منا لا يذهب إلى السوق؟ يعني نعم. هو ضرورة من ضرورات الحياة. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أولا يعني جعل أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، باعتبار أنها تنازع على شيء من حطام الدنيا، من هذا المفهوم يعني، وليس بمعنى آخر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة، أول ما من الأمور التي خطها، من أوائل ما خطها، هو السوق، حتى يكون للمسلمين لمصالحهم سوقا يتبادلون فيه بضاعتهم، ويستقلون فيه اقتصاديا عن مجتمعات اليهود آنذاك في الأسواق الموجودة في المدينة المنورة. ويعني بيّن فيه آداب السوق، ووضع فيه طبعا هناك ما يسمى بهيكل السوق، وهناك ما يسمى بآلية السوق، فأوضح لهم هيكل السوق من حيث منع تلقي الركبان، ومن حيث يعني أن يبيع حاضر لبادي، وبين تلقي الجلب أي ما يجلب إلى السوق، هذه كلها تدخل في هيكل السوق، ومنع الاحتكار، المحتكر ملعون، هذه كلها يعني تدخل في هيكل السوق، حتى لا يكون السوق فيه شيء من الشوائب. ثم بعد ذلك في آلية السوق، وهي آلية يعني العرض والطلب، وأن سعر السوق يحدده العرض والطلب، وتعدده حركة الناس في هذا السوق. ولذلك لما
جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو الرازق الباسط، وإني أريد أن ألقى الله تعالى، وليس لأحدكم علي ظلامة. يعني ربما يكون هذه الأسعار بسبب فعلي حقيقي، وليس بسبب احتكارات من قبل التجار، ما دام احنا ضمننا سلامة السوق من البداية. وهكذا الغرض أنه الإسلام، ظاهرة السوق في الإسلام ظاهرة جميلة، فيها مصالح الناس، وفيها إدارة شؤونهم الاقتصادية، والتحذير منها من باب أن الداخل إلى السوق إنما يدخل لحاجة، ولا يدخل لمجرد دخول وزيادة عدد وتكثير الناس الموجودين في السوق. لأن انشغال الإنسان بأمور حياته ومعيشته يعني هي ليست فقط في السوق، فهناك التعليم، وهناك الصحة، وهناك أشياء أخرى. فإذا أن نقطع جل أوقاتنا في السوق معناها أهملنا جوانب كثيرة من جوانب البناء الحضاري لنهضة ورسالة الإنسان في هذه الحياة. يعني هو أي شيء لو قضينا وقتنا في أي شيء في لا ينفع، نعم، طبيعي إحنا مطالبين بأن نقضي أوقاتنا فيما ينفع. فيما ينفع. لكن البعض يتناول موضوع السوق وكأنه مكان شبهة، يعني احذره، لا تذهبوا إلا وأنت مضطر جدا. لا، هو الإنسان، هو الإنسان يعني قد يبحث عن أشياء معينة في السوق، أو ربما أيضا فرق ما بين الذي يذهب وهو فارغ من عمل وفارغ من أي فكرة في السوق، يعني يدخل السوق ولا يوجد شيء في رأسه، لا من باب التسوق، ولا من باب معرفة السلع، ولا من باب التعرف على التجار، يعني بدون هدف. لكن الذي يدخل إلى السوق بهدف، هدف التعرف على منتجات معينة، هدف المتاجرة، هدف لقاء تاجر معين، هدف معين، يعني بمعنى أن الحياة إذا لم يرسم لها الإنسان هدف يصبح وجوده في السوق عبث، تكثير، يعني زحمة سيارات وزحمة ناس، يعني هذا هو المعنى الذي أقصده. البناء الحضاري للسوق في الإسلام يعني أن الإنسان عندما يدخل السوق لا يمنع أن يمارس مهنته، وأن يكسب، وأن يأخذ ما ينبغي أن يأخذه من هذا السوق من فائدة، ولكن بنظرة يعني فيها يعني تربية للإنسان يعني ما هو أبعد، بحيث عندما يدخل السوق لا يتعامل إلا بالحلال، ولا يعني بمعنى يتخلق بآداب السوق، وهي موجودة سوف نعرض عليها فيما بعد، ولا يباشر فيه إلا ما أباحه الله سبحانه وتعالى له في هذا السوق. ولذلك الذي يدل على هذه الفكرة التي أحوم حولها أنا الآن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دخل السوق يوما فتجمع الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في السوق جدي أسك، يعني مقطوع الأذنين وميت، ميت مقطوع الأذنين. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم يشتري هذا بدينار؟ أيكم يشتري هذا بدينار؟ قالوا: يا رسول الله، وهذا كلام في السوق، قالوا: يا رسول الله، يعني ولا بدرهم، ولا بدرهم، كيف هو ميت وهو أسك؟ يعني هذا لو كان يعني معي. فقالهم يعني توجيه التربوي للنبي عليه الصلاة والسلام: للدنيا عند الله عز وجل، للدنيا عند الله عز وجل أحقر عند هذا عند أحدكم. بمعنى يعني أراد أن يبين لهم حقيقة الدنيا التي يتكالبون عليها في السوق، فهو مفهوم تربوي. إن كنتم نشاطكم وحيويتكم في السوق هذه يجب أن لا تدخل قلوبكم من باب أنه تتنافسوها من أجل الدنيا فقط، وإنما أنتم تدخلون السوق لحاجاتكم الأساسية والاستعانة بها من أجل رسالة الإنسان الحقيقية. فإذا اختار السوق، واختار موعظة حاضرة، وجمع عليها الصحابة، ثم بيّن لهم المفهوم العام الذي يريد أن يدخله عندهم في أين؟ في السوق نفسه. لأن السوق ما الذي يدور فيه؟ يدور فيه النقود، والنقود دائما تسير اللعاب الإنسان. ولذلك يعني شهوة المال في السوق تزداد، لأنه حركة النقد فيها أكبر، هو مكان الكسب. فلذلك يعني أراد التذكير بهذا حتى يكون الإنسان إنفاقه وأخذه وعطاؤه وبيعه وإشراؤه في جانب الحلال، بمعنى توخي المعاملات الصحيحة في السوق، حتى لا يدخل الإنسان في كسبه أو في غير ما أباحه الله عز وجل.
واعتقد ان هي فعلا بدات تبتعد الاسواق عن هذا المفهوم اللي هو مفهوم الضروره. نعم. الاسواق اليوم هي مكان مثير، مكان جاذب، يستغله يعني مش حاجة الناس، كل لغرضه، يعني يعملوا لها بريق يعني كبير. أصحاب صارت ثقافة التسوق لمجرد التسوق. نعم. التسوق لقضاء الوقت، التسوق لي والله أنا ملان. نعم. يعني حاسب ملل أنزل أتسوق. نعم. يعني هنا أنا أدخل في الإسراف من أوسع. هو الخطورة في هذا الجانب. أين الخطورة؟ الخطورة إنه بعض الأعراف المتداولة عند الناس، يعني بمعنى التي يعني يتعارفون عليها في هذا الزمن، هي التي أوردت ماليتهم الموارد. يعني بمعنى آخر، السلع موجودة في كثير من الأماكن. نعم. لكن بعض الناس يقول لك لا، أنا أريد أتسوق من المحل الفلاني الضخم. نعم. لا نريد أن نذكر أسماء. نعم. لكن يختار الأسواق، يعني الأسواق المشهورة اللي هي المشهورة والماركات الكبيرة، ليس لغرض أن هذه السلعة ما موجودة في محل. نعم. آخر. نعم. بسعر أرخص. نعم. لكن إذا سئل الغرض إيش؟ نعم. إنه والله من وين اشتريت هذه الساعة؟ لا والله اشتريت هذا من البقالة اللي جنبنا، يعني هي نفس السلعة. ما ينفع. لكن هذه السلعة نفسها وموثق إياها بالسعر ضعف. اشتريتها من المحل الفلاني الضخم كذا وهكذا. وللأسف صارت عند الصغار، مجرد وانت طالع بالكيس الكاشخ، يعني هذاك أيوة الكيس غير ذاك، يعني الكيس أصبح يعني. الأطفال حتى في المدارس، الأطفال في المدارس أنت هذا حذائك من جايب لنا؟ قال والله جايب لنا أنا من البقالة اللي جنبنا، أو جايب لنا من سوق الفلاني، سوق شعبي أو سوق مثلا عام، أو محلات تجارية مع مكان معين. أو لا، إذا أنا لا، أنا هذا جايب لنا من يعني من الماركة الفلانية. يعني فهذا الذي نقصده، إنه أصبحت الأسواق اللي هي تجذب، وهي الحقيقة تجذب، لأن التسويق الأصل كما يقال في النظرية الاقتصادية أن العرض والطلب هو الذي يحدد السوق، وهذا بناء نظري يعني أصبح في زماننا هذا يعني ممسوخ. بماذا؟ بما يظهر من الدعايات والإعلانات على السلع وعلى المختلف المنتجات. نعم. فيأتيك بالدعاية والإعلان على المنتج المعين، وربما هذا المنتج ليس فيه من الجودة كما هو في غيره من السلع، ولكن الدعاية والإعلان. نعم. هي التي سلبت لب الإنسان، حتى أصبحت في الرسوم المتحركة وفي المسلسلات وفي المباريات، كل الغرض منها إيش؟ الغرض منها أن يخرج الريال بطريقة سهلة إلى هذا الذي يبرق بالإعلان، حتى أصبحت شركات الإنتاج تنفق على الإعلانات الملايين لظهور لاعب ولظهور ممثل ولظهور كذا، والغرض إنه إيش؟ إنه يأخذ بعقول الناس إلى هذه الناس السلعة. نعم. يقنعهم. نعم. نعم. فما أصبح، يعني أنا قصدي إنه ما أصبح السوق يعني هو مشروع العرض والطلب بالمعنى المفهوم الاقتصاد المطلق. نعم. وإنما أصبح ما يبث عن هذا السوق من الدعاية والإعلان، سواء كانت شعبية أو أسرية أو إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر شاشات التلفزيون، هي التي يعني تغري الناس بأسعار أعلى، وبالتالي تخرب كثير من الموازنات الأسرة. تمام. بس ألا يعتبر السوق، خلنا نذكر بأرقام الهاتف، 24640233 هذا رقم الهاتف، والرقم الآخر 24640234. بالنسبة للرسائل القصيرة، نرحب بمشاركاتكم على الرقم 90484. كأنه في مكالمة، ما في مكالمة. نعم. السوق ليست حالة اجتماعية. نعم. يعني بقدر ما فيها من حركة البيع والشراء والمصالح وكذا، لكن هي جزء أصيل صار من المجتمعات. نعم. النزول للسوق ليس بالضرورة أن يكون ترفا، حتى وإن لم يكن الهدف البيع والشراء. مفهوم السوق تغير. يعني لماذا أحيانا ننظر للناس الذين ينزلون بكثرة إلى الأسواق بشيء من الارتياب، وكأنهم يعني يقومون بعمل غير سوي؟
أخذ تعليق على هذا الطرح بعد هالمكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، من معنا؟ معك عبد الرحمن البلوشي. حياك الله عبد الرحمن، تفضل. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع. شكرا لك. حياك الله سيد عبد الرحمن. عندي مشاركة بسيطة، يعني من الواقع اللي شفته في شبابنا وفي عدد معين من الشباب، نعم، ان السوق اصبح يعني مكان للالتقاء فقط. يعني بعض الناس يروح السوق عشان يلتقي مع اشخاص او عشان سبحان الله اوقات يكون الشيء يعني غير جائز شرعا. يعني للمعاكسات، تبغى تقول للمعاكسات، ونحن نعرف ان ما يؤدي الى الحلال هذا مرفوض حلال. مرفوض، وما يعني يؤدي الى الواجب فعله واجب، فهذا اذا كان يؤدي الى الحرام ففعله حرام. يعني بعض الناس يحرم عليه الذهاب الى السوق اذا كان طبيعي. مثل هذه الاشياء طبيعي. فسبحان الله، يعني التحذيرات موجوده، لكن كل يوم، انا امس كنت رايح امارس الرياضه، فسبحان الله شفت زحمه عجيبه، واكثر الناس اللي كانوا يعني في الشارع، يعني سبحان الله تستغرب منهم، مشغلين المسجل وفاتحين الجامات ومطولين، يعني شهر رمضان، وهذا في رمضان ولا ايوه في رمضان، يعني لو خارج رمضان يمكن تمام تقول يعني سبحان الله الشباب طايشين، لكن في شهر رمضان سبحان الله، يعني شهر رمضان ما اثر فيكم انه مثلا خلاص انت تروح السوق، لكن ما تطولوا على الاغاني، على باله على باله رمضان ينتهي الساعه 7 سبحان الله، يعني ويبدا بالباكر الساعه 4 الصبح. بعض الناس يعني يصوم على عن الاكل ويفطر على الفعل. نعم تمام تمام، نحتاج كلمه منكم لشبابنا. تمام يا عبد الرحمن، شكرا على مشاركتك، على حسك، شكرا جزيلا. اذا هناك مكالمه اخرى ناخذها، نحكي على السوق وآداب السوق. نعم. ولماذا نذهب إلى السوق، ماذا نريد من الأسواق. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، من معنا؟ حياك الله. يسرى المسلمية. أخت يسرى، أهلا بك. حياك الله. لو تكرمتي يعني تشيلي صوت الإذاعة مرة واحدة إن شاء الله، إذا ممكن فيه. أو تخفضي لأدنى درجة يعني. طيب أخت يسرى تفضلي. اليوم نتكلم عن الأسواق. بس أنتي إحنا مطمنين على أمورك، أنتي من أمس يعني أنتي مخلصة من قبل من قبل أيوة رمضان. الحمد لله الحمد لله أشكر ربي، لكن أتمنى أن في الناس تمشي بهذا المساق نفس الطريقة، صراحة الطريقة فعالة وطريقة مريحة، ونفس الشيء الواحد يبعد عن إغراءات الأسواق مثل ما تكلمتوا عنه أمس وتفضلتوا في الموضوع بسبب ارتفاع الأسعار، ويغروهم الناس أن هذه بضاعة جديدة وهذه كانت بضاعة قديمة، وهذه الأشياء اللي فيها تلفيق. نعم. بالأساس، وخاصة النساء الله يهديهم، صراحة في نساء يوميا في الأسواق ورايحين راجعين، طيب أنت رحت واشتريتي، لا أنا لازم أغير هذا الشيء، ما عجبني شكله أو ما عجبني لونه وروح أغير. والعبايات حدث لا حرج، العباية الواحدة توصل قيمتها 80-90 ريال، وبقلب بارد تدفع بهذا المبالغ الطائرة، وهي في النهاية للستر مش للبهرجة وهالأشياء. نعم. وفي النهاية الحين الزمن صار كله زمن مظاهر وزمن ماركات وزمن إن الواحد يتفاخر بالأشياء اللي عنده، فعشان كذا. طيب أختي يسرى، أليس هذا وضع طبيعي؟ بمعنى هذه المرأة اليوم تملك يعني دخل يخليها تجيب العباءة أبو 20 ريال، بكرة صار بإمكانها تجيب أبو 100 ريال، هذه إمكانياتها، وين المشكلة؟ أنا أعتبر هذا إسراف وتفكير إسراف. أيوة. وما يرضى عنا رب العالمين. يعني ما معنى أن عندنا فلوس كثيرة أن نصرف كما نشاء؟ أيوة، لأن طيب. أعتقد أن في ناس أحق بهذه المبالغ من أنها ترمى في عباية، وفي لحظة كوي للعباية راحت العباية واحترقت كلها. شو الفائدة؟ حرام طيب. راحت 100 ريال أو 80 ريال في غمضة عين. طيب تمام، وبقية الأشياء كثيرة وكثيرة، وأكثر شيء المسرفات عند النساء الإسراف صراحة. إحنا ما قلنا شيء، إحنا ساكتين عن هالموضوع. تمام. أنا واحدة فيهم وأنا أعرف كيف. أيوة. شكرا. طيب شكرا جزيلا، شكرا. شهد شاهد. نعم. في حد عندنا على الخط ولا؟
إذا نتوقف عن تلقي المكالمات. الحديث الحقيقة أنا كنت أريد أشير إلى الحديث، دخول الإنسان إلى السوق، ما ذكره الأخ عبد الرحمن البلوشي من عدم قصد الإنسان للسوق بغاية معينة إلا للهو واللعب وإزعاج الناس، هذه طبعا أشياء كلها لا ترضي الله عز وجل في غير رمضان، فما بالك في رمضان. ومن ذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جاء إلى دخول السوق يقول لا إله إلا الله، دعاء يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا استفتحنا بالحلقة. نعم الدعاء. نعم هذا الدعاء الذي استفتحت به الحلقة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتذكر يعني يتلو هذا الذكر معناه يتذكر أنه يعني هذا السوق إنما جعل للخير، يبتعد فيها عن كل ما هو شر، عن كل ما هو في أذية للناس، عن كل ما فيه هو يعني تعطيل لحركة السوق أو تعطيل لحاجات الناس أو تعطيل لكل ما من شأنه أن يرفع الحرج عن الناس في هذا السوق. ولذلك كان من يعني من ما امتدح به النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن سخابا في الأسواق. قالوا ما معنى سخاب في الأسواق؟ يعني أنه يرفع الصوت بالخصام واللجاج في السوق، يعني ليس سخابا في بالأسواق، يعني لا يرفع الصوت في السوق في الجدل مع تجار، فكيف برفع الصوت؟ رغم أن هذه ظاهرة موجودة. نعم هذا كذا ورد أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكنه يعفو ويغفر عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سمح لي نأخذ المكالمة بس. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ محمد. يا مرحبا وسهلا. كيف الحال أستاذ محمد؟ الحمد لله. الأخ عبد الله الحارثي. نعم عبد الله الحارثي معك. حياك تفضل. الله يفضلك. بس أطلب منكم سموح أن أدخل في موضوع مهم جدا، إلا نصيحة لنفسي يعني. أرجو الدكتور عبد الله يكون يعني من عبر هذا المنبر يعني ينصحني أنا وينصح الجميع. عندما الشخص يحضر الجنازة أثناء الدفن، في ناس الآن هم بيصوروا إيش هذا يعني، هل مشهد فيلم ولا مسلسل ولا إيش هذا؟ هل يقول طيب لي؟ طيب الأخ عبد الله، بس إحنا ما موضوعنا هذا. أيوة. بس هذا أبغى أتدخل في الموضوع. تمام يعني. تمام. شكرا لك، شكرا جزيلا. أذكر موضوعنا هو حول موضوع السوق. نعم. قطعت عليك أنا. نعم. فكنت تحكي أنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع صوته حتى في السوق اللي أصلا في ضجيج. في ضجيج. وهذا مما امتلح به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا الأمر فيه يعني فيه ربما إزعاج للناس، إزعاج عن حاجاتهم، عن الوصول إلى حاجاتهم، فيها أيضا أطفال، فيه يعني بمعنى المضرة قد لا يتصورها الإنسان. يعني ربما إثنين يتحدثوا في صفقة معينة أو في عداء، ورفع الصوت يؤثر، يعني بمعنى أنه هذا الأدب الذي أمر به المسلم هو من مصلحة الموجودين في السوق، وتعرضه لهم بالأذية بهذه الصورة يلحقه في الإثم. يعني شوف الإسلام حريص على الإنسان المسلم أن لا يكون في إثم حتى في السوق الذي هو يعني للبيع والشراء، وحتى هذا السوق يعني لا بد أن يلتزم فيه الإنسان بأداب الإسلام. كذلك مما يعني يؤمر به الإنسان عند دخوله السوق أيضا أن يكون في حاجته، يعني بمعنى أنه يغض البصر، وغض البصر أمر مأمور به من قبل الرجال أو النساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك أمر المؤمن يقول للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، بمعنى أن في السوق حرمات أيضا. يعني أنت ذاهب إلى سلعة، ذاهب إلى محل، ذاهب إلى كذا، إذن لابد أن تحترم الآخرين، لأن كل آخرين ما جاءوا إلى السوق إلا لحاجة. فإذا الالتزام بأدب النظر في السوق هذا أمر وأيضا فيه خطورة حتى على الإنسان، لأن الإنسان يرى في السوق أشياء كثيرة، خطورة على جيبه وخطورة على أخلاقه لو أطلق نظره، خطورة على جيبه لأنه كثير من الأشياء في السوق تخلو باللب، ويعني تخرج المال من جيبه بسهولة. يعني هو يتعامل على أنه المكان مكان عام، مكان عام ينطبق على السوق ما ينطبق على كل مكان عام طبعا، لكن حريتك تنتهي عند بدء حرية الآخرين. نعم، حرية أو عند الآخرين. تبدأ في ذا هو هذا لماذا التركيز على موضوع غض البصر في السوق؟ لأنه يؤم السوق كل الناس. نعم.
ورجالا ونساء. ولذلك يعني المسألة فيها خطورة لو أن الإنسان رايح السوق وناوي أن يطلق نظره على السائر والجاي. نعم. إذن له وسيشتري بضاعته وسيضيع يعني ما يعني سيضيع قلبه وسوف يعني يجعل في نظره شيء من 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 بهارج هذه الحياة من غير مسوغ شرعي. تمام. سنأتي على تفاصيل أخرى بعد هذه الفقرة. واحد الصائم. واحد الصائم. أوراق رمضانية. أوراق رمضانية. أوراق رمضانية. أوراق رمضانية يوميا مع الأستاذ عبد الحميد بن يحيى بن سفيان الراشدي. أستاذ عبد الحميد أهلا بك. أستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد تتأكدون من الخط بس. وأذكر أن احنا اليوم في واحة الصائم نحكي على موضوع الأسواق والتسوق وأداب السوق وأخلاقياته وكل هذه التفاصيل. أذكر برقمي الهاتفين 24640233 و24640234 بالنسبة للرسائل القصيرة 90484 90484. أستاذ عبد الحميد إذا سمعنا إحنا نحاول الرجوع إليك. هذا معنا. السلام عليكم أستاذ عبد الحميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد يا مرحبا وسهلا حياك الله. الله يبارك فيك. يا مرحبا. يا مرحبا بك. ما هو الجديد؟ لعل الرسالة تقطع ولا شيء. الآن جيد يعني. نعم. زين تثبت يعني. طيب تفضل. قدم إن شاء الله المناشط الدينية بداية اليوم غد يوم الأربعاء. نعم. ننطلق من محافظة مسقط في ولاية بوشهر بإذن الله سبحانه وتعالى في مسجد عمر بن عبد العزيز محاضرة بعنوان مع القرآن تلقيها الفاضل إبراهيم الكليبي، وفي ولاية السيب في جامع الفوري تلقي الفاضل حسن رشاد محاضرة بعنوان نزول القرآن، وفي ولاية بوشهر كذلك في مسجد في جامع السيد طارق بن تيمور محاضرة بعنوان اغتنم الفرصة، بالأردو يلقيها المحاضر شمشاد أحمد، وإلى محافظة الداخلية في ولاية نجوى في جامع الخطم يلقي الفاضل مسلم الريامي محاضرة بعنوان الاعتكاف، وفي نفس وفي ولاية نجوى كذلك يلقي الفاضل عمر عبد العزيز الجامودي محاضرة بعنوان قيمة القدر في جامع المنشي، وفي ولاية منح في مسجد الشريعة يلقي الفاضل قاسم أودا الثاني محاضرة بعنوان الأثر التربوي للصيام، وإلى محافظة الظاهرة ففي ولاية أبري في مسجد زيد بن حارثة يلقي الفاضل عادل المنظري محاضرة بعنوان التمسها في كل بدر، وفي ولاية ضنك في مسجد أبو رملة يلقي الفاضل محمد الزيدي محاضرة بعنوان زكاة الفطر، وفي ولاية ضنك كذلك في مسجد وادي ضنك يلقي علي العياني محاضرة بعنوان فضل العشر الأواخر، وإلى محافظة شمال الشرقية في ولاية المغيبي المطيلع في مسجد الدوح يلقي الفاضل عبد الله الشرقي محاضرة بعنوان ليلة القدر، وإلى محافظة البريمي ففي ولاية البريمي في مسجد السلام يلقي الفاضل عبد الله اللوشي محاضرة بعنوان فضائل الأعمال، وفي ولاية الحضة في جامع المعلمين يلقي الفاضل رمضان عبد المنعم محاضرة بعنوان مع سورة القدر، وننتقل إلى محافظة مسندم ففي ولاية دبب في مسجد الشعبية يلقي الفاضل عيسى بن صالح محاضرة بعنوان ليلة القدر، وفي ولاية دبا كذلك في مسجد المخرج يلقي الفاضل السيد عبد الرحمن محاضرة بعنوان ليلة القدر والعشر الأواخر، وفي ولاية مدحاء في جامع الغونة يلقي الفاضل صباح جابر عبد الله محاضرة بعنوان دروس مستفادة من غزوة بدر الكبرى، وفي ولاية خصب في مسجد حمزة بن عبد المطلب يلقي الفاضل مسلم عبد البصير محاضرة بعنوان لا
شهر رمضان شهر الانتصارات، وإلى محافظة ظفار. ففي ولاية صلالة في مسجد الفردوس يلقي الفاضل عبد الله بن محمد محاضرة بعنوان كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي ولاية صلالة في جامع المعتز يلقي الفاضل عبد القادر الشربيني محاضرة بعنوان الصوم والإخلاص. وفي ولاية صلالة كذلك السعادة يلقي الفاضل سالم للخيط هلال المحاضرة بعنوان رمضان وشهر الدعوة في مسجد الزلفان. هذه المحاضرات يوم لله سبحانه وتعالى. أما ما بقي من المحاضرات لهذا اليوم فنواصل في محاضرة ظفار ولاية صلالة في جامع عمار بن ياسر يلقي الفاضل مجدي عبد القاضي المحاضرة رمضان وشهر البر. وإلى محافظة الوسطى في ولاية الدقم في مسجد الساحل الأبيض يلقي الفاضل ضياء محمد عبد الحي محاضرة بعنوان رمضان وشهر الفتوحات. وإلى محافظة الداخلية في نيابة الجبل الأخضر ولاية نزوة في مسجد القرير يلقي الفاضل محمد أولاد سامي محاضرة بعنوان نروس من غزوة بدر الكبرى. وفي ولاية أدم في مسجد النهل الجنوبية الفاضل عيسى بن سليمان الشهيد المحاضرة آثار الصدقة في حياة البشر. وفي ولاية إزكي في المسجد الحميضة يلقي الفاضل خميس الريان المحاضرة بعنوان ليلة القدر. وإلى محافظة شمال الشرقية ففي ولاية المضيري في مسجد سليم الأخضر يلقي الفاضل سعود مبارك المحاضرة بعنوان دروس من غزوة بدر الكبرى. في ولاية واري بني خالد في مسجد التمر يلقي الفاضل سالم سعيد السعدي محاضرة بعنوان ليلة القدر. وفي محافظة مسندم في جامع ليما يلقي الفاضل محمد بن سالم الشحي محاضرة بعنوان الصدقة وأثرها في حياة البشر. هذا مجد هذه المناشط الدينية لهذين اليومين بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الحميد، شكرا جزيلا. بارك الله. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير، تقبل الله طاعتك. معكم في واحة الصائم. واحة الصائم. واحة الصائم. تسعدنا مشاركاتكم على هاتفي البرنامج 24640233 أو 24640234 أو عبر الرسائل النصية SMS 90484. واحة الصائم. وهذه بعض الرسائل اللي وصلت على الرقم 90484. هي نفس الرسالة أو رسالة واحدة من محمد بن عبد الله من صحار، يقول مساء الخير، حبيت أذكر أو أذكر موضوع ذهاب الشباب إلى الأسواق بقصد التسلية والنظر إلى بنات الناس وما شابه ما شابه ذلك، وللأسف في شهر رمضان الفضيل والناس تأتي من مكان بعيد بقصد شراء الأغراض والتجهيزات للعيد ويتفاجأوا بوجود شباب لا حياء لديهم في السوق. هذا أيضا رأي. مشكلة هذيل اللي يعملوا هالحركات هم ما يسمعوا برامجنا، احنا برامجنا ثقيلة الدم بالنسبة لهم، فكيف نوصل رسالة؟ يعني يبقى على البيوت. السلام عليكم. السلام عليكم. واحة الصائم. السلام عليكم. يعني الصوت واصل إلى صاحب المكالمة وراجع لنا مرة أخرى. السلام عليكم. واحة الصائم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ نعم الحمد لله، يا هلا وسهلا، حياك الله. كيف حالك يا مقاري؟ خير الحمد لله. كيف حالك أنت؟ الحمد لله. يا حياك، من معانا؟ عندك سعيد بن عزيز الحشامي. حياك الله سيد، تفضل تفضل. الله يحييك. يا مرحبا بك. تك
تكلم اليوم عن الأسواق وعن التعامل مع الأسواق هذه. نعم نعم. طبعا للأسواق يعني مثل ما تقول يعني آداب وتعامل يعني بين البايع والمشتري. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخو المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه. هني الأمانة وعدم التدليس في البضاعة وكذا يعني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ يعني فأخبره فأوحي إليه، أي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أن أدخل يدك فإذا هو مبلول مصابا بالبلل. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غش، أو من غشنا فليس منا. وأما بالنسبة عن الإشعار، فقد طلب إلى الرسول أن يسعر يعني السلع في سوق المدينة، فأبى وقال: إن الله هو المسعر. نعم، على قاعدة العرض والطلب يعني. نعم تمام. أكيد مع عدم إغفال الرقابة يعني يفترض. نعم. ومن الغش أيضا التغيير في المقاييس المقاييس الشرعية، مثلا فيها الزيادة فيها عند الشراء والنقص عند البيع. هذا المطففين. نعم. تمام. وكنت بالقصاص المستقيم، صدق الله العظيم. أحسنت، جزاك الله خير. شكرا جزيلا. شكرا. شوي لو يتم تقسيم يعني آداب السوق، لو قسمناها، طبعا هناك آداب تتعلق بالتاجر، وهناك آداب تتعلق بالمشتري، وهناك آداب تتعلق بالسوق نفسه. طبعا الأحكام أحكام السوق كثيرة جدا، وما يتعلق بالتاجر من بيان البضاعة، ومن عدم التدليس، ومن عدم الربح الفاحش، ومن عدم بيع ما يحرم بيعه، ومن عدم إظهار يعني ومن وإخفاء عيوب السلعة وغيرها، وعدم الحلف في بيع السلعة. كل هذه للتاجر، ولذلك التاجر الصدوق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مع النبيين والصديقين والشهداء. لماذا؟ لأن تجارتها تتعلق بحاجات الناس، فلا بد أن يكون صادقا، وإلا صار فساد في السوق، صار فساد في قيم الأشياء، في قيم النقود، في قيم يعني خراب كثير في مصالح الناس. وأيضا فيما يتعلق بالإنسان، أولا الإنسان لا يدخل السوق ولا يعني يتعامل مع شراءه الأشياء إلا من منظومة القواعد الشرعية، اللي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فلا يمكن أن يذهب إلى السوق ويتجه إلى التحسينيات وهو وبيته لم يكمل فيه الضروريات، وأيضا ما ممكن أن يذهب إلى الحاجيات وهو لم يكمل الضروريات، وهكذا. فلا بد من إعمال هذه القواعد حتى تذهب النقود في موضعها الصحيح بالنسبة للإنسان. غير هذا، هناك أحكام تتعلق بهذا المتعامل بالنقود إذا تعامل بها بصورة غير سوية، بأن يمسك على يديه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وأيضا في جانب التعامل بين التاجر والمشتري: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بمعنى إلا أن تكون، طبعا الآية الأخرى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا التجارة عن تراضي، عدم أكل أموال الناس بالباطل، كل هذه الأحكام بين البائع وبين المشتري تحفظ كيان السوق من الدخول في يعني في فساد أو متاهات تضيع حركة المجتمع الاقتصادية. فطبعا أيضا هناك من الأمور التوجيهية في جانب السوق وضعت للناس، وطبعا هذا الكلام فيه دورات وفيه كتب تتعلق بمصلحة الإنسان في السوق، وهو أن يكون يعني مستعد لهذا السوق، وليس دخولا عشوائيا: والله فلان لقنا رايح سوق قليلا روحنا. لا، لابد أن يكون هناك أن يكون استعداد لدخول السوق، بمعنى أنه يجهز قائمة بحاجاته الأساسية. وحتى أن بعض الفقهاء قالوا: لا يدخل السوق وهو جائع، لأن دائما الجائع يريد الفواكه ويريد الخضروات ويريد الأطعمة وكل شيء يريده. فلذلك الجائع الذي يدخل السوق بدون قائمة معناه سيشتري كل شيء، لأن الإنسان نفسه تطمع في كل ما تراه أمامها. الحقيقة في هناك يعني منظور آخر للسوق في واقعنا المعاصر.
يعني أصبحت بعض الأسواق الكبيرة خصوصا فيها الكافيتيريات وفيها المقاهي وفيها أماكن لقاء رجال الأعمال وفيها أماكن لقاء الأصدقاء وفيها، فما أصبح السوق هو السوق بمفهومه القديم إنه موضع يعني العرض والطلب للسلع التي ينادى عليها أو السلع أو مجرد بقالات ومحلات. هذه فليس كل دخول كنت أشير لها بمعنى نعم أن السوق حالة اجتماعية. نعم، فما أصبح السوق الآن يعني الداخل إلى السوق ما أصبح أنه يعني بدون نقول أنه ربما ما يريد يشتري شيء، نعم، لكن يريد يذهب إلى إذا محل للقاء صديق مثلا، نعم، لكافيتيريا لمقهى لكذا. فهذا المفهوم الكبير للسوق أصبحت تدخل فيه أو تتقاطع معه آداب أخرى وسلوكيات أخرى ومفاهيم أخرى اقتصادية واجتماعية، و يعني لابد من مراعاتها. لكن تظل أن الأداب العامة التي أمر بها الإنسان من الذكر ومن الغض البصر ومن يعني عدم رفع الصوت ومن كذا الأداب الأخرى المتعلقة بالمال وإنفاق المال والبذخ في إنفاق المال والإسراف وكذا أيضا ينبغي أن تراعى. يعني بمعنى آخر مهما تعددت وتنوعت ألوان وأشكال الأسواق فالإنسان مسؤول عن جيبه وعن ماله ومسؤول عن خلقه وعن أهله. نعم، نعم، في هذه الأسواق هي تظل بعض أيضا بعض السلوكيات مثل استسهال الحلف، نعم، في الأسواق، وللأسف هذه تتم من البائع وتتم من الشاري. نعم، يعني الشاري يجي على السلعة ويحلف للبائع أنه والله حصلناها تازت قبلك بكذا، يعني ولو ما حلف هذه لو قالها كذبا. ما احنا ما نحكي على لغو، نحكي على الحلف المقصود، يعني نعم، هو يحلف يقسم والطرفين يقسم ومستسلين الموضوع. هو انا اقصد لك يعني وان قالها كذبا بدون قسم فهو نعم مأثوم عليها. نعم 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 نعم، نعم. فيفترض انه مثل هال نعم تختفي مثل السلوكيات. نعم، موضوع توثيق البيع، نعم، أتصور أنه من الأشياء المهمة طبعا. واليوم الإنسان نعم ما يطلع من محل من غير الفاتورة، من غير الفاتورة، نعم. وشرعا البيوع توثق، يعني نعم توثيق البيوع والرجوع فيها، لأن توثيق البيوع مطلب شرعي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه هي العقود، يعني الفاتورة التي بين البائع والمشتري هو العقد، بموجبه دفع المشتري الثمن والبائع يعني دفع إليه واستلم السلعة والبائع يعني دفع إليه بالسلعة، فيطلب فيها التوثيق ويطلب فيها البيان الواضح أيضا، لأن بعض السلع تجدها في ربما يعني ربما خطأ ربما عمدا تجدها في الرف بسعر وتجدها عند المحاسب بسعر، هذا لا يجوز، لابد من مراعاة هذا الأمر. أيضا مسألة الرجوع، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي يعني بعض التجار خلاص أنت اشتريت يعني ويكتب عليها هذه البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذه طبعا ممنوعة حتى الآن، أصبحت حتى قانونا قانون ممنوعة. نعم، هي شرعا ممنوعة وقانون الآن في قانون حماية المستهلك أيضا ممنوعة، والحقيقة أيضا القانون تطرق إلى أشياء كثيرة جميلة في موضوع يعني ضمان السلع وعيوب السلع وما يتعلق بحماية المستهلك في هذه السلع، لكن الإنسان ينبغي أن يوثق. بعض الناس يشتري لغرض بمئات الريالات ويرمي الفاتورة، ضيع حقه وضيع ماله، وبالتالي وجد للتاجر مخرج أن يهرب عن إيش؟ عن أن يهرب عن ضمان تلك السلعة التي اشتراها. فينبغي إذن التوثيق مطلب شرعي ومطلب في تعامل في السوق. تمام، نذهب إلى الفقرة التالية ونعود. نعم، واحد الصائم، واحد الصائم، أوقات الصلاة، أوقات الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،
أوقات الصلاة. نذكر بأوقات الصلاة لهذا اليوم وفجر يوم غد. المغرب تحين في الساعة 7:03، العشاء في 8:24، وفجر الأربعاء في 3:59. واحد الصائم، واحد الصائم. في الدقائق المتبقية يعني نشير إلى بعض أمور. السوق فيه ما يلهي، بمعنى أن يلهي عن الشعائر، عن الصلاة. نعم. يدخل الإنسان السوق وينسى نفسه، ولذلك من الآداب أن السوق يجب أن لا يشغل الإنسان عن الصلاة وعن شعائر الإسلام، لقوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والحقيقة أيضا هذا الجانب ينبغي أن يراعى حتى في السوق، يعني الشخص يراعي أنه لا تلهيه هذه الأسواق عن الصلاة. أيضا السوق ينبغي أن تراعى فيه أماكن الصلاة. يعني في بعض الأسواق الحقيقة في يعني للمسافرين، يعني جاي مثلا إلى محل كبير جدا، ينبغي أن يهيئ مكان للصلاة، مكان محترم بدورات المياه وبمكان للصلاة. وهذا يعني كثير من العمانيين يعني يحكون هذا في أسواق خارجية، في أسواق نبلت ولكنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من العناية. نعم. لأنه هذه الأماكن ربما يكون فيها إنسان مسافر ويعني ومحتاج إلى أن يقيم صلاته، فإذا يجد ما يناسبه ويناسب مقام وشرف الصلاة، وحتى لا يدخل في هذه الآية أيضا: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيصلي الصلاة في وقتها في مكان معد لذلك. بس بشكل عام يعني ولله الحمد أنه أسواقنا معظمها فيها كبيرة، نعم، فيها مساجد، فيها مصليات. وهكذا. ما اللي حبيت أشير له فقط أن لا ننسى. يعني في زحام السوق ومغريات السوق أن لا ننسى شعائرنا. طبعا من جملة ما ذكره الفقهاء أيضا فيما يتعلق بالسوق، فيما يتعلق طبعا بآداب السوق، المحافظة على نظافة السوق، لأن السوق يرتاده الناس والناس أمزجة وأجناس، فعدم الاهتمام بهذا الجانب ربما يعرض صحة الناس وصحة المجتمع إلى شيء من الخطر. ولذلك من الآداب المأمور بها أن يحافظ مرتادو السوق على نظافة هذا السوق، وعدم يعني بمعنى عدم يعني رمي ما هو فيه، وعدم الاتكال على العمال البلدية أيضا. نعم. يعني نعم. طبعا في أيضا: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، المحافظة على الوفاء بالعقود، ما يجي يعني يأتي لإرجاع السلعة ثم يأتي التاجر ويتملص من ذلك أو يبحث عن الأعذار أو يقول: لا أنا أقصد الضمان كذا وهذا في ضمان كذا. نعم. هذه الأشياء لا تجوز. أيضا ما زالت بعض الأسواق ما فيها فواتير، يعني يصير بيع وشراء لكن ما في فاتورة. نعم. فإذا إيش الحل؟ وأشهدوا إذا تبايعتم، كما في سورة البقرة. نعم. يعني الأدب المطلوب هنا الإشهاد على هذا البيع حتى يثبت الإنسان حقه. بس اليوم ما أسهل أن تطلب فاتورة بدل ما تجيب اثنين يشهدوا وتسوي لا أنا أقصد ربما يعني. هنا ممكن ينطبق الأكثر. نعم. على الأسواق الشعبية يعني. نعم. أو على أسواق العيد مثلا. واحد اشترى قال له والله هذا الثور، قال له والله هذا جنسيته كذا يعني من مكان فلاني. نعم. وهذا وشد عليه ترى قال لي كذا، لما جاء وجده لا. نعم. بغير جاء خبراء قالوا لا. فإذا هنا يصير إيش؟ ما في فاتورة أصلا. نعم. فما إيش المخرج؟ المخرج وجود شهود على هذا البيع، وحين يكون فيه بآلاف الريالات مثل. نعم. هذا البيع. نعم. نعم نعم تمام. احنا كذا بدينا نوصل لآخر الوقت. إذا عندك تعليق دكتور على موضوع يعني هو بعيد قليلا، بس الأخ أبو حمزة يعني عند مرر ملاحظة من يقومون بالتصوير في الحقيقة هي أثناء الدفن، الجنائز يعني هذه هي للعبرة والعظة، ومشهد الموت مشهد يعني ينبغي الإنسان يتذكر فيه الدار الآخرة. فما يعني
بمعنى قضية الالتفات إلى التصوير وغيره، ربما يكون فيها انشغال عن الهدف الأساسي من زيارة المقابر للعظة والعبرة. نعم. احنا كذا تقريبا مخلصين موضوعنا لهذا اليوم. نعم. بقت بعض المرر بعض الإشارات اللي هي كما ذكرنا سابقا كثرة الإكثار من الحلف سواء من قبل البائع أو من قبل المشتري، أيضا لابد من الصدق وعدم كتمان أي عيب في السلعة مهما كان، وطبعا هذا أيضا خصوصا ما يتعلق ببيع السيارات. أحد خصوصا ما يتعلق ببيع السيارات الآن قال لك كذا وكذا ويعني يقول لك كل شيء صاحي أو ما يقول لازم يبيع البترابة ويبيعك حديد، هذه كل أشياء لا تجوز، لابد من بيان حقيقة السلعة المباعة، فلا يجوز الغش والخداع والتدليس والغبن والتدليس والمغالاة في الربح، وأيضا اجتناب البخس في الكيل أو الوزن وتطفيفها، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وهذا طبعا يدخل في سعر السلعة في الموجود الفواكه أو الخضروات في موضعها وأيضا سعرها في جهاز التسعير. تمام. نعم. الابتعاد عن المزايدة الكاذبة بهدف التغيير بين المشتري، زايد لكنه ما يريد يشتري فقط يريد إيش، وهذا طبعا النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المزايدة، المزايدة بغير غرض الشراء. يعني جالسين زايدة على سيارة. نعم. وهذاك يرفع السعر ما بغرض الشراء، لا يعني صاحب السيارة قال له يلا انت سوي حرك لنا شوية يورط غيره. ممكن يورط غيره، لا يجوز، يورط غيره. وأيضا اجتناب بيع المغصوب والمسروق. هذا من الشخصين، انت لما تشوف شيء مغصوب مسروق يعني يبين ان هذا الشيء ما شغلة سوق، ما شغلة تجارة، فانت ايضا كمستهلك ما يجوز لك، يفترض ان تمتنع تبتعد. نعم. نعم. لانه البعض يعتبرها فرصة، قال لك هذا يباع رخيص، يباع رخيص. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يعني نعم. تمام، احسنت. ذكرى ذكرى ذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرى ذكرى. واحد الصائم واحد الصائم واحد الصائم. وفي تذكير اليوم بطاقة أعجبتني فيها مجموعة من النقاط حول الموضوع الذي نتحدث فيه، فتذكر ببعض الآداب، تقول إذا كنت برفقة أقربائك فلا تبتعد عنهم وامشي بجانبهم، لا تفتح العلب ولا تتلف المواد التي لا تريد شراءها واتركها كما وجدتها، لا تأكل من المأكولات المعروضة ولا تفتح الزجاجات لتشرب منها، لا تستعمل أي شيء من المعروضات، لا تضع شيء في جيبك قبل أن تدفع ثمنه. البطاقة أيضا فيها تذكير بإلقاء السلام، وبالنقطة الأخيرة اللي تفضلت بها دكتور، عدم بيع أو شراء المسروقات، وتذكر دائما عبارة لو سمحت قبل أن تطلب أي طلب. هذه مجرد بطاقة فيها بعض التذكير، وتذكير آخر بموضوع حلقة الغد، نقترح لحلقة يوم غد موضوع شكر النعم. شكر النعم، واجب أن نشكر هذه النعم التي تحيط بنا من كل صوب. هذا هو موضوع حلقة الغد، إلى اللقاء. انتظرونا غدا عند نفس الموعد في واحة الصائم. واحة الصائم. محمد المرجبي، الدكتور عبد الله العبري، والمخرج حمد بن عامر الوردي. واحة الصائم. واحة الصائم.